حلقة جديدة من وقفة مع الحدث، أهلا بكم مشاهدينا. بهدف تعزيز العلاقات بين الشعبين الكردي والعربي ومن منطلق التعايش المشترك والسلمي وتكريس مفهوم الديمقراطية، اختتم في العاصمة العراقية بغداد مؤتمر آفاق العلاقات العربية الكردية الذي انطلق اليوم في العاصمة بغداد. تضمن المؤتمر جلسات حوارية مطولة تعنى بحقوق الإنسان والمرأة ودور النساء الكرديات ونضالهن البارز، فضلا عن مناقشة العديد من القضايا الأخرى كمأساة النازحين والمختطفين وحقوق الشعب الكردي، بالإضافة للتطرق إلى واقع العلاقات العربية الكردية والرؤى المستقبلية لهذه العلاقات وكيفية تطويرها. فما تأثير مثل هذه المؤتمرات على العلاقات بين الشعبين بهذا التوقيت؟ وهل من شأن مؤتمر الحوار العربي الكردي سد الطريق أمام المتربصين؟ وكيف يتم تطوير العلاقات بمفهومها الديمقراطي بين شعوب المنطقة؟ بغداد تحتضن مؤتمر الحوار العربي الكردي الذي يدعو إلى التعايش السلمي وتكريس مفهوم الديمقراطية، مبادرة جاءت لتذويب الفوارق الاجتماعية والدينية بعد أن جمعت مختلف الأطياف العراقية تحت شعار عابر لكل المسميات المذهبية والقومية، لتكون مناقشة قضايا الوطن الواحد والهموم المشتركة فيما بينهم هي السمة الوحيدة الطاغية. ففي هذا الفضاء المفتوح تتبادل النخب الفكرية والثقافية والاجتماعية وجهات النظر والآراء، بالإضافة للتطرق إلى واقع العلاقات العربية الكردية وكيفية تطويرها مستقبلا. هسعب بهاي القاعة كأنما تشوف عراق مصغر، بالمسيحي، بالشبكي، بقصاب المندائي، باليزيدي، بالسني وشيعي، بكل أطياف بغض النظر عن هالمسميات. هذا احنا جينا هنا اخوة، احنا نريد نحمل الهوية العراقية الوطنية فقط. احنا كشعب، وانا انوب لك عن كل الشعب العراقي، نحب الكرد كجزء من عندنا، يعني ما عندنا تمييز بيناتهم. وعشت بكردستان، شفت نفس الفكرة اللي موجودة عند العرب سواء بالجنوب او بالوسط، ايضا محبتهم عالية كشعوب، لكن كنظم لا، كنظم مستفيدة من التفرقة. أيضا تحركها دول أجنبية، الدول الأجنبية مهمتها تفريق الشعوب. شروط نجاحه. وتضمن المؤتمر جلسات حوارية مطولة تعنى بحقوق الإنسان والمرأة ودور النساء الكرديات ونضالهن البارز، فضلا عن مناقشة العديد من القضايا الأخرى كمأساة النازحين والمختطفين وحقوق الشعب الكردي. هناك هموم مشتركة بين نساء العراق من مختلف الخلفيات والقوميات، وبالتأكيد المرأة الكردية تحملت أيضا القسط الكبير من تبعات الظروف السياسية التي مرت على العراق. الحاضرون أكدوا أن إقامة هكذا فعاليات ثقافية واجتماعية ستنعكس إيجابا في تعزيز العلاقات الإنسانية في بلد يسخر بتنوعه الديني والقومي والحضاري. يجسد هذا المؤتمر الداعم للحوار الديمقراطي بين العرب والأكراد التقارب الوطني العراقي، بعيدا عن لغة الصراع السياسي والطائفي التي عادة ما تكرس التفرقة بين أبناء الشعب الواحد. فقار فاضل، بغداد اليوم. للمتابعة والتحليل ينضم إلينا من بغداد الدكتور صلاح بوشي، رئيس مركز العراق للشؤون الاستراتيجية. وأيضا ينضم إلينا من بغداد الأستاذ محمد علي الحكيم، المحلل السياسي ومدير وكالة أنباء النخيل العراقية. أهلا بكم ضيفاي. أبدأ معك دكتور صلاح، إذا ما الظروف التي دفعت العراقيين اليوم بعربها وكردها ومسيحيها، كل ألوان العراقيين اليوم يجتمعون في صالة واحدة للتأكيد على التعايش المشترك بين المكونات العراقية، ما أهمية هذه المؤتمرات دكتور؟
يعني بالتأكيد للمؤتمرات والأنشطة والفعاليات التي تحاول من التقارب في وجهات النظر للوصول إلى مرحلة التعايش السلمي بين المجتمعات العراقية ما بين العرب والأكراد، وبالتالي حتى نحقق وحدة التعايش المتكاملة التي ربما هي ترتبط بالقول والفعل والمعنى والنوايا الحسنة من جميع الأطراف بالبعد والابتعاد عن الرؤية السياسية التي تكون دائما ما هي تثير المناخات التي تباعد بين المكونات. وبصراحة كانت هذه الفعالية وغيرها من الفعاليات التي تجسد الوحدة المجتمعية حتى نتخطى الظروف التي دائما كانت مبتعدة لسنوات طويلة بسبب الصراعات السياسية وبسبب قيادات الأنظمة للمركز والإقليم وكثير من المناخات التي ضغطت على ذلك الموضوع. اليوم لا يكون هنالك أي يعني أسباب أو أي مشاكل بين المكونات كأكراد أو كعرب أو كمكونات أخرى من المكونات العراقية، لكن هو البعد بسبب التأثيرات السياسية. اليوم مثل هذه الأنشطة وبحضور متنوع يحقق أولا نوعية في الحدث، نوعية في النشاط، يحقق ربما أوراق عمل أو توصيات، ربما هذه التوصيات تذهب إلى مؤسسات ربما تكون بالمستوى الاتحادي وبالمستوى السيادي حتى نجعل مرحلة قادمة من البداية أن يكون هنالك تشاور وتعاون وتحابب هناك الكردية العربية والعربية الكردية. أنتقل إليك أستاذ محمد. أستاذ محمد، يعني هل أدرك العراقيون خطورة المراحل السابقة من التشظي والانقسام، وأدركوا أيضا بأن لا سبيل إلى العيش المشترك والتشاركية ليتم عقد مثل هذه المؤتمرات، ربما سيكون نواة لمؤتمرات قادمة تؤسس لفعلا عيش مشترك في العراق، نبذ كل التقسيمات سواء كانت مذهبية أو طائفية أو حتى قومية؟ أستاذ محمد، تحياتي لكم ولمشاهديكم الكرام ولكاد قناة اليوم الإخبارية المحترمة. يعني الحقيقة هذا المؤتمر لتقريب وجهات النظر أكثر، وهو حوار نافع وناجح بين جميع طوائف العراقية، بين والذي حضره هذا المؤتمر كان من الآشوريين والكرد والسنة والمسيح، وجميع الطوائف العراقية حضرت هذا المؤتمر. والحقيقة يعني العراقيين بعدما فشلوا أساس العراقيين في زج الخلافات السياسية على الشعب العراقي، يعني الآن كنا الجميع العراقيين وبالتحديد الشعب العراقي بالمجمل يحتاج إلى هذه المؤتمرات التي تسبب أساس العراقيين بالإبعاد والفجوة ما بين الشعب العراقي الواحد. يعني حقيقة هذا المؤتمر كانت يعني لغة الحوار أهم المواضيع التي تصدت في هذا المؤتمر: الديمقراطية، حقوق الإنسان، النازحين، المختطفات الإيزديات. وأبرز ما تم النقاش في هذا المؤتمر هو التغلغل التركي والقصف والعدوان التركي على الأراضي العراقية، بالتحديد السيادة العراقية التي مع كل الأسف لم نراها منذ عام 2003 ولحد هذا اليوم. إذن الجميع والشعب العراقي متيقن والساس العراقيين الجميع في العراق بحاجة إلى هكذا مؤتمرات. يعني حقيقة اليوم حينما الكرد الفيليين كانوا وراء هذا المؤتمر، يعني نحن بحاجة أن تكون مثل هكذا مؤتمرات وهكذا ندوات أسبوعيا أو شهريا، لأن هذه الفجوة أصبحت واضحة للعيان للجميع. فإذا أنا أعتقد لتقريب وجهات النظر ما بين الشعب الكردي والشعب العربي والسني بشقيه السني والشيعي وكذلك جميع الطوائف، نحن بحاجة إلى هكذا مؤتمرات. نعم. من أربيل ينضم إلينا الباحث والأكاديمي دكتور ريبين سلام. دكتور ريبين، مرحبا بك لانضمامك لهذه الحلقة. هناك من يقتات، كما تحدث ضيفي الأستاذ محمد، هناك من يقتات ربما على هذا التشظي والانقسام الشعبي في العراق سواء كان مذهبي أو قومي أو حتى طائفي.
هل تسد مثل هذه المؤتمرات ومثل هذا التقارب بين الشعوب، هل تسد الأبواب أمام من يقتات على هذا الانقسام دكتور؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بداية تحياتي لجنابك ولكافة مشاهدي قناتكم الموقر ولضيفك الكرام. مسألة يعني مسألة الانقسام والاختلاف، يعني هناك فرق بين وجود التباين في آراء وفي مكونات وفي يعني أعضاء للمجتمع السياسي وبين الاختلاف. يعني الاختلاف يؤدي إلى تضعيف الحالة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لأي كيان سياسي، ولكن التباين ووجود يعني النقاط الاختلاف في مكونات أي نظام سياسي عندما يراعي النظام الديمقراطي يكون نقاط قوة. يعني إذا لم نمارس الديمقراطية ولم نقم بأخذ آراء المختلفة من جميع الأطياف ومن جميع مكونات الكيان السياسي بشكل عام، سواء كان دولة أو إقليما أو أي كيان سياسي، إذا لم يتم تطبيق الديمقراطية فأي ائتلاف يؤدي إلى تضعيف هذا المجتمع. ولكن عند مراعاة الديمقراطية سوف يتم تقوية هذا المجتمع من خلال اختلافاتها. فمثلا مجتمع سياسي مثل الأمريكان سنويا يعملون مهرجان كبير للأكلات المختلفة، فترى بأنه هذا المطبخ غني جدا بالاختلافات الموجودة في أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، وكافة أجناس وأنواع البشرية يشاركون في هذا الحفل الهائل للاختلافات، ونرى بأنه أصبحت نقطة قوة هذا الاختلاف. فالاختلاف في أي مجتمع ما النقطة القوية والإيجابية اللي في جنابك يعبي النقطة الناقصة الذي إنني ليس لدي ولا أتمتع بهذه النقطة، والعكس صحيح. بهذه الصورة يتم تغطية النقاط الضعف للبعض ويبرز النقاط القوة فقط في أي مجتمع متجانس ومتناغم ومنسجم مع بعض. دكتور ريبينيا، فلذلك يجب قبل اختلافات نطبق الديمقراطية. ما تتحدث به حضرتك ينص عليه البيان الختامي للمؤتمر بأن التأكيد على ضرورة تطبيق مشروع الأمة الديمقراطية ودولة المواطنة، ولكن كيف ستؤثر مثل هذه المخرجات على الساسة العراقيين التي تحدث عنهم الأستاذ محمد وقال بأنهم ربما لم ينجحوا بتوحيد الشعب العراقي إلى الآن؟ السياسيين خصوصا في وضع مثل المجتمع العراقي أكيد برزوا وعمقوا الاختلافات. بالعكس، على قاعدة الشعب العراقي نحن متفقين، على قاعدة الشعب الكردي نحن متفقين، ولكن الأحزاب السياسية مع الأسف في هذه الحقبة والمرحلة التاريخية يقومون بإبراز الاختلافات لمصالحهم الضيقة الحزبية. ولكن إنها مسألة إيجابية مسألة إجراء هذه المؤتمرات، ولكن متأخر جدا. المثقف العراقي أين دوره؟ أين دور المثقف العراقي في العمليات الأنفال الذي صار أصبحت على كردستان وعلى كراك صارت؟ أين دور المثقف والنخبة العراقية عندما ضرب حلب جبيل كيميائي؟ أين دور المثقفين العراقيين؟ كان هناك تأثير أنظمة ديكتاتورية دكتور ريبين، كان هناك تأثير أنظمة ديكتاتورية في إقليم كردستان يتم قطعها، ولكن لا توجد دور للمثقفين. جميل. الآن ليس بنظام ديكتاتوري أستاذي الفاضل، الآن هناك ديمقراطية. صحيح. لماذا لا توجد أي دور ملموس للمثقفين والنخبة المثقفة للعراق في الأمور الذي يحصل؟ طيب، يعني اليوم أنقل هذه الفكرة للدكتور صلاح. دكتور صلاح، يعني سابقا كان هناك أنظمة ديكتاتورية ربما تقمع أي محاولة
تتحدث بالديمقراطية وتطالب بالديمقراطية. اليوم العراق من المفترض أن يعيش أجواء ديمقراطية. هنا يعني يأخذنا إلى منحة، هناك متربصين بالشعب العراقي، هل اليوم الشعب العراقي أدرك حجم وخطورة المرحلة التي يمر بها؟ بالتأكيد اليوم الشعب العراقي بكل مكوناته حريص على تجربة الديمقراطية، وربما الذكريات التي لا تنسى من النظام السابق وتعامله مع الأقليات، ولم يكن متوازنا في توزيع الظلم على الشعب العراقي بكافة مكوناته، وبالتالي قد تكون هذه الذاكرة هي الحافز والدافع أن يكون الشعب العراقي بعد المتغيرات وبعد حصول الديمقراطية وممارسة الديمقراطية، والشعب العراقي أثبت تجربة ونجاح وحرص هو على العملية الديمقراطية، وبالتالي اليوم نحتاج إلى أن تكون هذه الممارسة في محورين. أولا في المحور المجتمعي أن تكون المكونات هي ملتقية في نقطة لقاء واحد وأهداف واحدة، بعيدة عن التداخل الأنظمة السياسية، وربما قد يكون اليوم أيضا الأنظمة السياسية ما بين إقليم كردستان، نتحدث عن تجربة الأكراد في إقليم كردستان وسلطة المركز السلطة الاتحادية، يوجد خلاف في كثير من وجهات النظر، وبالتالي هذا الانعكاسات السياسية عكست على وجود موانع ما بين المجتمعات الكردية والعربية. اليوم الواقع العربي في العموم هو لم تكن فيه أي مشكلة، وربما يكون مستقر من التعامل مع الأكراد، لكن المشهد في الواردي الذي يتأثر دائما بالأنظمة السياسية والقرارات السياسية، عندما يكون هنالك خلاف ما بين إقليم يعني إقليم كردستان والحكومة لأغراض سياسية أو لحقوق سياسية أو حقوق اقتصادية، نرى بعض الشيء، بعض التصرفات التي لا تعجب الرأي العام ولا تعجب المواطن العراقي، وبالتالي نذهب حتى نصلح ما 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 يضغط عليه النظم السياسية، نذهب إلى التقارب ما بين المكونات بعيد عن السياسة وبعيد عن إدارة الدولة، لأن اليوم الخلاف في الوحدات السياسية هو خلاف على المبادئ العامة لإدارة البلد، فحتى لا يكون المكونات العربية والكردية جزء من ذلك الملف. دكتور صلاح، ربما ليس المكونات العربية والكردية هي فقط، هنالك أعمال مؤسساتية، ليس فقط المكونات في العراق هي من تضررت بفعل الساسة أو بفعل الأنظمة المتعاقبة على العراق، إنما المرأة العراقية اليوم أيضا. المؤتمر أكد على دورها البارز وأكد وشدد حقيقة على دورها البارز في التاريخ برص مسيرة التطور الإنساني والحضاري للعراق. اليوم أيضا شدد على أن يكون لها دور فعال. أيضا المرأة العراقية تأثرت بفعل هذه الأنظمة دكتور صلاح. قد يكون الأبرز أو الأكثر وضوحا في عملية الضغوطات السياسية على المرأة، ولم تكن المرأة يعني لها الاستقرار في العمل الديمقراطي في الوصول إلى مراكز صنع القرار. ربما قد يكون المرحلة الحالية مرحلة الديمقراطية، مرحلة الحفاظ على النظام السياسي وكثير من القوانين التي أسهمت في تقديم الفعالية، ولا ننسى الجهود الذاتية لكثير من المؤسسات، من الناشطين، من السيدات بكافة محافظات العراق من الشمال إلى الجنوب، وبالتالي أصبحت المرأة العراقية نموذجا في العمل التطوعي، نموذجا في العمل المؤسساتي، في نموذجا في الدفاع عن حقوق الإنسان والدفاع عن حقوق المرأة، وبالتالي أثرت المرأة، أو ربما أصبحت المرأة ونشاط المرأة العامل المشترك بين المكون الكردي والمكون العربي ما بين الإقليم والسلطة الاتحادية. وخير دليل حضور مؤتمر بغداد اليوم كثير من النساء الفاعلات من وسط وجنوب وشمال العراق. أستاذ محمد، بالعودة إليك، يعني أيضا المؤتمر أكد على ضرورة رفض السياسات التوسعية التي تمارسها الدولة التركية بحق العراق والحفاظ على سيادة العراق وسلامة أراضيه. اليوم حضرتك تحدثت عن أن الأحزاب والكتل السياسية ربما تؤثر لتشتت الشعوب العراقية، ولكن حقيقة هناك نموذج احتلالي، كيف يجب على العراقيين أن يعني يقفوا بوجه هذه الممارسات؟ الحقيقة يعني التوسع التركي والتغلغل التركي بحدود 30 كيلومتر داخل الأراضي العراقية، فهذا
بصمة عار على الحكومات العراقية منذ الصفوة لحد هذا اليوم. عليهم أن يعلموا بأن هذا التدخل وهذا التغلغل في دولة تتدخل في الشأن العراقي فهذا وكل من يتدخل في الشأن العراقي فلديه مآرب وأهداف خبيثة، وبالتحديد هذا التدخل التركي الغير مرحب به في الأراضي العراقية. تغلغل 230 كيلومتر لا يمكن أن يكون له أي مبرر. تفضل أستاذ. تفضل. هذا التدخل لا يمكن أن يكون له أي مبرر وغير مرحب به جملة وتفصيلا. ولكن هنا سؤال يطرح، ماذا فعلته الحكومة العراقية الحكومات المتتالية منذ أعوام ولحد هذا اليوم؟ التركية تتدخل في الشأن العراقي وتسعى أن تغلق الأنهر على دجلة والفرات، كذلك تتدخل وتتغلغل داخل الأراضي العراقية، كذلك تتدخل وتقصف القرى العراقية. يعني الحقيقة أمور لا توصف. لكن أنا أعتقد ينبغي على الحكومة العراقية أن يكون لها موقف بوجه هذه التغلغلات وهذه التدخلات الغير مرحب بها، لأن هذا المؤتمر الذي اليوم عقد في بغداد كانت أبرز رسائله السيادة العراقية والاستقلال العراقي، ويعني السيادة العراقية أهم وأبرز ما تحدثت. وكذلك يمكن يعني في البيان الختامي أكد هذا المؤتمر في بيانه الختامي على السيادة العراقية والتغلغل التركي. لماذا ما الواجب على الشعب العراقي وما الخيارات المطروحة أمامه على الطاولة أستاذ محمد يعني الوصول إلى علاقات متزنة ومتوازنة بين الشعوب المختلفة للوصول إلى مفهوم الديمقراطية على أكمل وجه كما يقال؟ يعني يمكن أن نقول بأن هناك العديد من الطرق يمكن أن تتخذها الحكومة العراقية على أقل تقدير تتوقف عن تصدير النفط عبر جيهان، قطع البضائع والتجارة مع تركيا، وهناك العديد من الأمور، أو على الأقل رفع شكوى إلى مجلس الأمن أو إلى الأمم المتحدة حول هذا التغلغل التركي وقصف القرى العراقية. يعني الشعب العراقي الآن وبالتحديد شعبنا في شمالنا الحبيب إقليم كردستان يعني بات الآن صعب يتجول بين القرى حينما يتم القصف عليه. أنا أعتقد هذه لم تكن فقط قضية إقليم كردستان، بل هذه القضية تمس كل العراق وبالتحديد الحكومة العراقية من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال، من الفار إلى زاقه. فإذا على الحكومة العراقية أن تتخذ موقف واضح وتتخذ موقف بالضد هذه الإجراءات التركية التي تسعى أن تتوسع وتعيد الإمبراطورية العثمانية مرة أخرى، وبين حين وآخر تتحدث بأنه نحن نينوى سنضم نينوى بعد 100 عام من المعاهدات ستنضم نينوى قادمة. هذه عبارة عن كرهة وعبارة عن أمور وربما يكون أكبر خطر محدق بالعراق أستاذ محمد. ربما يكون أكبر خطر محدق بالعراق في الوقت الراهن. دكتور ريبين يعني بالانتقال إليك، ما هي علينا من قبل دكتور ريبين يعني بالانتقال لحضرتك، ما هي أبرز الأوراق التي يمتلكها الشعب العراقي للوقوف في وجه هذه المخاطر التي تفضل بسردها الأستاذ محمد؟ يعني الحكومة التركية عندما تحرك شأنه شأن أي حكومات محتلة يفكر ألف مرة قبل أن يخطو خطوة ما. فهذه الخطوات التي قام بها السيد أردوغان، يعني هذا النظام السياسي نحن نتحدث، وإلا الأخوة موجودة بين الشعب التركي والشعب الكردي في كردستان والعراق كشعب. نحن على صعيد الشعب لا توجد مشاكل، ولكن على صعيد الكابينة الوزارية وهذا النظام السياسي الموجود يقوم بإصدار مشاكله الداخلية ويحاول بأن يقوم
تخفيف الضغوطات الذي على نظامه السياسي عن طريق تصدير المشاكل ليس فقط للعراق وإنما لليبيا لأذربيجان لمشاكل قبرص يعني فمع يونان فمع عدة أطراف يحاول بأن يصدر مشاكله ولكن لا ينجح ويقوم دكتور ريبين اليوم أعذرني على المقاطعة ولكن اليوم يعني لطالما هناك مواقف خجولة من كلا الحكومتين تجاه هذه التهديدات الشعب العراقي ما الواجب عليه اليوم أن يقوم به؟ أن يحاسب الرؤساء الوزراء الذي يعني يكونوا تخفيف يعني يكونوا يعني مخففين الضغوطات ومخففين الخطاب السياسي ضد هذا التوغل يعني لأنه بموجب المادة المواد الدستورية يعني من الاختصاصات الحصرية بموجب المادة 110 من الدستور العراقي من الاختصاصات الحصرية للدولة الفيدرالية أن يحافظ على حدودها والدفاع عليها ولكن مع الأسف في إحدى المراحل يعني نفس رئيس الوزراء يعطي إجازة توغل 10 كيلومترات جديدة في زمن المالكي لتجديد ولاية جديدة يعني مصالح شخصية لعدة وزراء رؤساء دول وزراء أدت إلى إعطاء إجازة للتوغل يعني للحكومة التركية بسبب وجود يعني قوات بصراحة لا يمكن أن يكون مرحبا بهم في هذه المناطق ولا توجد أي ثورة أعطت الخط العسكري وخط السياسي في دولة أخرى فالثورات في كردستان العراق كان الخط العسكري دائما موجودا في داخل كردستان وفي داخل هذا الجزء الموزع على كردستان العراق يعني والخط السياسي كان تارة على الدولة الإيرانية وتارة في سوريا ولكن لا توجد أي ثورة بالعالم خطين العسكري والسياسي تكون في دولة جارة وتقول بأنك لا يجب أن تمسهم هذا ضد اتفاقية جنيف وضد فقرة ثانية مادة ثانية من ميثاق الأمم المتحدة أعذرني على المقاطعة وصلنا إلى نهاية وقفتنا مع هذا الحدث أنا أشكركم ضيوف الكرام جميعا على طيب هذه المداخلة وكل هذه الإيضاحات من بغداد الدكتور صلاح بوشي رئيس مركز العراق للشؤون الاستراتيجية ومن بغداد أيضا الأستاذ محمد علي الحكيم المحلل السياسي ومدير وكالة أنباء النخيل العراقية ومن أربيل الدكتور ريبين سلام الباحث والأكاديمي شكرا جزيلا لكم وشكر موصول لكم مشاهدينا على حسن وكرم المتابعة إلى اللقاء